اي بي كبار الزوار وداخل استاد الجيش المصري ببرج العرب، مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، مباراه من اجل السلام ولضحايا الارهاب، مباراه هامه جدا عنوانها وعنوان رساله سلام داخل مصر. معي في هذه اللحظات الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي لقطاع كره القدم بالنادي الاهلي في اول ظهور له عقب توليها المسؤوليه الرسميه. كابتن زيزو برحب بيك في هذا اليوم داخل النادي الاهلي وفي استاد الجيش ببرج العرب. اهلا بيك يا محمد واهلا بقناه النادي الاهلي، ويعني الواحد شايف شكل جميل جدا موجود في الملعب، نتمنى التوفيق ان شاء الله. حدث زي ده يعني الاول بس هتكلم عن المباريات الاوروبيه والعالميه، حضرتك حتى سبق ليك اللعبه امام مونشن جلادباخ، بايرن ميونخ، مباراه عالميه. اهميه هذه المباريات مع النادي الاهلي تحديدا عبر ارشيفه ومبارياته الدوليه خلال ال100 سنه الاخيره. ما فيش شك طبعا ان الاحتكاك بالمستويات العالميه ديت بيبقى حاجه بتفيد بشكل كبير قوي، سواء في الخبرات او في عمليه يعني المشاركه امام فرق عالميه زي دي، بتعمل نوع من الانتشار بالنسبه للنادي الاهلي اكتر. النادي الاهلي قيمته بقت كبيره قوي على مستوى العالم الحمد لله، فمثل هذه اللقاءات بتزود هذه القيمه، وفي نفس الوقت بتدي فرصه للناس انها تتفرج على مباريات من غير تعصب او من غير حتميه الفوز اللي بيتمناها كل متفرج لفرقته، وبالتالي بيستمتع وبيشاهد هذه المباريات. فنتمنى ان شاء الله انها يعني تكتر النوعيه دي من المباريات، زائد ان النوعيه دي من المباريات مع الفرق العالميه بمختلف دول العالم بتدي رسائل سواء على المستويات المنشآت الرياضيه، على مستوى الناحيه الفنيه، على مستوى المتفرج المصري، على مستوى البلد نفسها. فما فيش شك ان احنا محتاجين الفتره الجايه دي ان احنا نزود هذه النوعيه، زائد ان هي النهارده برضو تجربه لعوده الجماهير بتاعتنا ان شاء الله للملاعب، وبالتالي العمليه دي بتساعد الى حد كبير قوي في اتخاذ القرارات، بتساعد حتى في عمليه التشوق للعوده للملعب بالنسبه للمتفرج. لا ما فيش شك طبعا الدور الوطني ده مهم جدا، انما لما نيجي نتكلم انا ما اتكلمش على ماتش النهارده ده رساله خاصه جدا لازم نبداها الاول بتحيه لشهدائنا، شهداء الوطن اللي بيضحوا بارواحهم، بنحيي اهاليهم اللي ربوهم على التضحيه، بنحيي الناس اللي علموهم ازاي حب الوطن. النهارده ده نوع من انواع التعبير عن التقدير الكامل لهؤلاء الشهداء اللي هم ان شاء الله النهارده في مكان افضل كثيرا مما نحن عليه الان ومما كانوا هم عليه قبل كده. بنقول ان بلدنا الحمد لله بلد سلام، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، دي ايه قرانيه ستظل الى الابد باذن الرحمن. مصر امنه، مصر امنه باولادها، بجيشها، بشرطتها، بكل انسان بيمثل هذا الوطن، لان احنا الوطنيه موجوده في الجذور عندنا، الايمان موجود من الاف السنين، التوحيد موجود من الاف السنين. فمصر بلد ليها خاصيات او خاصيه خاصه جدا، ليها صفات موروثه كلها بتعبر عن قيمتها كدوله كبيره جدا. الرساله بتاعت النهارده دي رساله سلام، رساله بتعبر عن قيمه الرياضه في ان هي ازاي بتقرب الشعوب، بتعمل سلام ما بين اللعيب واللعيب، ما بين الفريق والفريق، ما بين بلد وبلد، ما بين التلاحم اللي موجود في مثل هذه اللقاءات، بتدي اريحيه نفسيه، بتعبر عن قيمه الرياضه الحقيقيه اللي هي فيها الروح اللي بتخلي الناس تبقى سعيده وتعمل نوع من انواع الموده والاريحيه. شكرا جزيلا كابتن زيزو. شكرا جزيلا. اذا ده كان لقاءنا مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي لقطاع كره القدم، وعوده لاستديوهاتنا من جديد في انتظار طبعا لقاءات اخرى ومتابعه حيه هنا من صاله كبار الزوار قبل انطلاق مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد الاسباني من